ارتاح هلا ابني. الدكتور قال كل ما ارتحت أكتر الأدوية بتعطي تأثيرها أسرع. أرجل من مبارح ما أكل شي، خليني حضر له شوية رز بلكي بياكل. لا لا خليه أخذ دواء هلا، صار لازم يرتاح شوي. تفضل معنا، رح أعمل لك كاسة شاي. جانا بدي أحكي معك لو سمحتي. إيه تفضل. صراحة لازم أقول لك شغلة. نقعد؟ تفضلي. ليكي جانا، أنت تحديتي ابني بتحدي صعب، قلتي له يكسب 10,000 روبية وهو ترك البيت والمكتب وكل شيء بس مشان التحدي. أنت ما لازم تحسي بالذنب على هالشي، وأنا كتير مبسوط أنك عملتي هيك. أشنا دايما كانت تقلي بدنا شي طريقة يفهم فيها أرجون معنى الحياة وصعوبتها. وابني عاش معي حياة رفاهية كلها غنى وترف، لهذا السبب هالشي مو بس كان صعب عليه، كان شبه مستحيل. والقصة صارت لمصلحتنا. لا استاذ، بس الاختبار تبعه انتهى هلا، وإذا أنا ما قلت لك هي الحقيقة اليوم أشنا يمكن ما تسامحني أبدا. أي حقيقة أستاذ؟ جانا، أرجون أنجز هدفه بتعبه بالشغل واجتهاده الشخصي، وهو عن جد كسب المبلغ بيوم الاحتفال اللي كان صاير، وهيك ابني بيكون أثبت حاله. إذا كان هيك الموضوع لكان ليش ما إجا لهون؟ لأني كنت عم استناه طول الوقت، بس هو اللي ما إجا. حضر حاله ليجي لعندك، بس صار معه شي على الطريق. لو سمحت اعمل العملية اللي قديش رح تكلف؟ تقريبا بين 10 و12 ألف. أرجون قال اللي صار لبورفي. بورفي كانت بتعرف، بس هو قال لبورفي ما تخبرك هذا الشيء. طيب ليش استاذ؟ ليش هنن الاثنين ليخلوا هالموضوع سر عني؟ جانا، أرجو ما كان بده يحصل على حبه بقوة العذر وعن طريق التبرير، لهيك بوقتها هو قرر إنه يتعب شهر تاني ويكسب 10,000 روبية من جديد. أرجون وبورفي بس بيعرفوا هالشي، أنت الوحيدة اللي ما بتعرفي، لأنه هن الاثنين ما عندهم الشجاعة ليواجهوا ردة فعلك بهالموضوع. بس الموضوع كان كتير ضروري بالنسبة إلي لخبرك ياه، لأنه رأيك بأرجون ممكن إنه يتغير بعد ما تعرفي اللي عمله. لإمتى حتضلي عم تختبريه؟ قليلي بس لإمتى؟ أنا أبوه اتضايقت بصراحة. بعتذر، أشنا كانت مثلك بتفكري بالناس قبل ما تفكري بحالك. شو المشكلة لو إنه هو عمل نفس الشيء؟ ما في مشكلة. الرابط بين هدول الاثنين هو نفس الرابط يلي بينك وبين مازن، وهالرابط نظيف، وانتي بتعرفي نوع العلاقات يلي تشاركناها أنا وياكي وأنا ومازن خلال هال20 سنة. أنا دائماً كان بدي إنه العائلتين يتحدوا، بس هذا القدر والنصيب، ما عندي مانع خلي
بورفي، كون كنتي ومرت ابني الوحيد. بس بنفس الوقت فيني افهم مشكلتك جانا، رح تضطري تجاوبي كتير ناس، بس انا كتير متأكد انه شو ما كان قرارك فهو صح. بورفي، واثق فيكي انك حتقدري تنتبهي منيح على أرجون. بالإذن منكم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.